السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث عن مشروع زراعة البطاطس أو زراعة البطاطس. سوف نتحدث عن هذا المحصول الزراعي باعتباره من المحاصيل المربحة والتي تحقق عوائد ربحية محترمة للمزارع. سوف نتحدث عن طريقة زراعة البطاطس وخاصة بعد الإنبات من حيث الرعاية والعناية وكيفية التعامل مع هذا المحصول الزراعي من حيث التسميد وكذلك رش المبيدات وطريقة السقي وحتى طريقة التسويق هذا المنتج بعد نضجه. كما تلاحظون مع إخوان زراعة البطاطس فهي تعد من الخضروات الهامة للنظام الغذائي للإنسان تحت المرتبة الأولى بعد الطماطم. كذلك أن البطاطس التي نشهدها حاليا أثمنتها مرتفعة نظرا لعدة عوامل، منها تراجع المساحات المزروعة بالنسبة للبطاطس ما بين المزارعين، كذلك الإكراهات التي تواجه هذه الزراعة وخاصة نوعية البذور التي أصبحنا نشاهده في الأسواق أنه ما يوصل واحد إنتاجية جيدة، كذلك أنه ليس مقاوم للأمراض وخاصة الأمراض الفطرية. بالنسبة لنجاح هذا المحصول الزراعي يعتمد على نوعية التربة وكذلك نوعية البذور. لنجاح زراعة البطاطس يجب التركيز على هذا الأمرين وكذلك الوقت. بالنسبة للبطاطس يمكننا زراعتها في الحقول المكشوفة بداية فصل الربيع، كذلك الخريف، وكذلك حتى في فصل الصيف إذا كان الطقس معتدل. على العموم يمكننا زراعتها في كافة مواسم السنة أو كافة أوقات السنة، فقط تجنب الأماكن الباردة التي تشهد انخفاض درجة الحرارة الشديد أو ما يعرف بالصقيع لأنها تصاب بحروق إلى آخره. كذلك حتى ارتفاع درجة الحرارة الشديد تصاب البذور أو الثمار البطاطس ببعض التشوهات أو ما يعرف بالأمراض الفيروسية. لهذا أنسب طقس لزراعة البطاطس هو الطقس الرطب والمعتدل. كذلك بالنسبة للتربة، التربة الصالحة لزراعة البطاطس هي التربة الرملية أن تكون نفادية أو متوسطة النفادية. فبالنسبة لطريقة الزراعة كما تلاحظون مع إخوان المزارعين المهتمين بالزراعة، هذه الطريقة فهي صالحة للتربة شبه نفادية أو متوسطة النفادية. نستعمل هذه الطريقة المصاطب، كذلك فهي طريقة جيدة من حيث الزراعة والتعامل مع محصول البطاطس من أجل رفع الإنتاجية. كذلك لها العديد من الفوائد، منها عدم إسراف كمية الماء. البطاطس بهذه الطريقة لا يحتاج كمية كبيرة من الري، وكذلك زيادة كفاءة الأسمدة لأنها ترتكز في مكان واحد. كذلك تجنب إنبات الحشائش أو الحشائش الضارة، كذلك تقلص يد العاملة بالنسبة للمصاريف بالنسبة لزراعة البطاطس. كما تلاحظون سوف نتحدث عن هذه الطريقة وكذلك الطريقة المعروفة عليها جل المزارعين يقومون كذلك بزراعتها مباشرة في التربة. بالنسبة لهذه الطريقة المسافة بين الخطوط كما تلاحظون ما بين كل خط وخط زراعي 80 سنتيمترا. كذلك يمكننا زراعة خطين في خط واحد أو 3 خطوط إلى 4 خطوط على حسب عرض البلاستيك. فهذه الطريقة كذلك فهي جيدة. ارتفاع البلاستيك أو ارتفاع المصطب أو خط الزراعة عن التربة تقريبا 40 سنتيمتر. فإذا كانت التربة هشة فإن البطاطس سوف نقوم بتحجيمه بشكل جيد، أن تحجيم البطاطس سوف يكون سهل. لهذا الإنتاجية من حيث البطاطس فهي جيدة. إذا قمنا بزراعتها عن طريقة الزراعة مباشرة في التربة فالمسافة بين الخطوط على العموم بين كل خط وخط 70 سنتيمتر. كذلك يجب الحرث التربة بعد إنبات البطاطس ب20 يوما، والحرث الثانية بعد إنبات البطاطس كذلك ب18 يوما. فنجاح البطاطس يعتمد على هشاشة التربة. كلما كانت هشاشة التربة كلما كان تحجيم البطاطس بشكل جيد. كذلك نوعية البذور، فهناك بذور مختارة أو ما يعرف عند المزارعين بذور الكيس أو الخنشة، فهي بذور على الغالب تكون مستوردة لم يسبق أن قمنا بزراعتها. فهي كذلك توجد بذور مكررة أو ما يعرف عند المزارعين بذور العادية هي التي تم زراعتها، فهي
نفس البذور المختارة، إلا أن تم زراعته في مكان آخر وتم نقله إلى مكان آخر. بهذه الطريقة فهي صالحة للزراعة 3 دورات، نقوم بتغيير البذور وهكذا. فيجب التركيز أو أخذ البذور من عند أشخاص الذين يقومون ببيع البذور، أن يكون موثوقين بهم من حيث اقتناء البذور. فإذا كانت جودة البذور سوف تكون إنتاجية جيدة كذلك. فبالنسبة لسقي البطاطس، فالبطاطس لا يحتاج كمية كبيرة من الري، لأنه في دورات الزراعة يحتاج من 90 إلى 120 يوما، يحتاج زيادة كمية الماء عندما تصل مرحلة التزهير أو عقد الثمار، نزيد من كمية الماء. أو في الأشهر الأولى كما تلاحظون، إن بات بعد 18 يوما، نسقي تقريبا ساعة في اليوم، 3 مرات إلى 4 في الأسبوع على حسب نوعيات التربة وهكذا. كذلك التسميد، التسميد العضوي أهم سمات بالنسبة للبطاطس. يمكننا داخل هذه البطاطس، داخل هذه الخطوط، نضع سماد عضوي أو تشتيته إذا كنا سوف نقوم باعتماد طريقة الزراعة مباشرة في التربة. فالكمية في الهكتار الواحد على حسب نوعية، على حسب خصوبة التربة، 30 طن إلى 40 طن من حيث السماد البلدي أو العضوي، كيفما كان نوع السماد يمكننا استعماله. بالنسبة للبطاطس، فنجاح البطاطس يعتمد بشكل كبير على السماد العضوي المخمر خالي من الأعشاب الضارة. كذلك التسميد الكيميائي والتسميد المعدني، سواء أسمدة السطح أو أسمدة العمق. كذلك بالنسبة للبطاطس تحتاج إلى عناصر NPK كعنصر الفوسفور، وكذلك البوتاسيوم، كذلك النيتروجين، النيتروجين بكميات قليلة إذا قمنا بتسميد السماد العضوي. كذلك الكالسيوم والمغنيسيوم، هذه الأسمدة التي نستعملها. كذلك بالنسبة للبطاطس عبر جرعات، نقوم بتسميدها مرة في الأسبوع كذلك وهكذا، كل أسبوع نقوم بتسميد جرعة من كافة الأسمدة، نقوم بتسميدها كذلك من كافة الأسمدة وهكذا، نقوم بإعادة الكرة الأسبوع القادم. كذلك رش المبيدات، وخاصة المبيدات الفطرية، لأن الضباب حاليا قلة أشعة الشمس، فالبطاطس يصاب بعض الأمراض الفطرية وخاصة الصدأ. رش كبريتات، كذلك عليها كبريتات النحاس، كذلك رش بعض المبيدات الفطرية كل أسبوع المضاد للأمراض الفطرية كذلك. فبالنسبة للمبيدات نقوم برشها بشكل أسبوعي، لأن البطاطس حساس في هذه الفترة. بالنسبة للإنتاج والنضج، يكون بعد 90 إلى 120 يوما، تصبح ثمار البطاطس تتشقق التربة دبول كذلك. هذه أعراض بالنسبة لنضج البطاطس، نقوم به بأثمنة الجملة أو تقسيطه إلى آخره. وبالتوفيق في موضوع آخر حول زراعة البطاطس.